يلا روحي بسرعة طالما ما في حدا موجود هون. طيب أمي، بس أنتي كمان حاولي تلهي الدكتور بأي طريقة، ماشي؟ طيب بنتي يلا لا تضيعي الوقت. أسيل خانو، أسيل خانم، أنهينا الفحوصات، بتكملي الموضوع؟ مرحبا، يعطيك العافية. أهلا وسهلا. غرفة الدكتور وائل وين؟ بالطابق الرابع. بتشكرك. يا أهلا. أنا كنت عم بستناك هون دكتور، كنت بدي أسألك بس عن مركز المعالجة اللي بألمانيا، يعني شو وضعه هالمكان وقديش رح تضل المعالجة؟ أنا أعطيت أسيل خانم المعلومات، بعد إذنك أنا لازم أروح. دكتور استنى، أنت دكتورة لأسيل وهي شغلتك، يعني معقول أسألها بدل ما أسألك؟ وين أسيل خانم؟ هي شافت رفيقتها هون ورحت لتحكي معها، وقلت لحالي بسألك بما أنه مقالة موجودة. شو مفكرين حالكم فيكم تخدعوني؟ حضرة الدكتور شو هالحكي؟ أخ يا أسيل، شو هاد يلي ورطتينا فيه؟ بس إن شاء الله تكون لقيت الملفات وإلا ما رح نستفيد شي. أهلين حبيبي سليم. أنت وين؟ جيت لعند الدكتور وائل بس مو بغرفته. أنا نازل على طابق المعالجة الفيزيائية. ها لقيتك، هاي لقلك. شو ليش إيدك عم يرشفوا؟ أنا تعبت شوي مشان هيك. لك شو وين رحتي يا بنتي؟ رحت دقيقة لغسل رجعت ما لقيتك. في عندي إلكن أخبار حلوة، حكيت مع مركزين معالجة بألمانيا، كانت صعبة بس أقنعتهم وفينا نروح إمتى ما بدنا، الموضوع عنا.